بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الأولى. نتواصل معكم إن شاء الله في سلسلة محاضرات التعليم الطبي حول الـ Problem Based Learning. And today will be the last lecture. And in this lecture we will summarize the general objectives, the advantages, disadvantages of PBL. And then we will talk a little about PBL groups and how can we develop and maintain the groups. إذن هاي تكون إن شاء الله المحاضرة الأخيرة في سلسلة محاضرات الـ Problem Based Learning. First, we will try to summarize the educational objectives of Problem Based Learning. طبعا احنا تكلمنا عن هذا الموضوع قلنا في المحاضرات الأولى إنه الـ Objectives of PBL is beyond getting knowledge. وقلنا انه الobjectives تتوزع على knowledge, على skills, وعلى attitude, وشون الطالب خلال دراسته بهذه الطريقة راح يصير عنده يعني معرفة, ويصير عنده مهارة, ويصير عنده سلوك في مجال دراسة الطب, وايضا في مجال practicing medicine, تطبيق الطب في حياتكم المستقبلية ان شاء الله. بهذا السلايد راح ألخص لكم عن الـ Educational Objectives. So first of all, PBL will enhance students' skills to acquire principles and key concepts that should be retained. يعني by PBL احنا راح نحفز الطالب حتى يكتسب مهارات اللي تكون أساسية له واللي راح تبقى وياه لفترة طويلة بالتعلم. مثل ما لاحظتوا انتو طريقة الدراسة هذه بها عمق كبير, بها بحث كبير, بها آلية مختلفة عن الطريقة اللي استخدمتوها أو اللي كان يعني تستخدم بالطرق السابقة. فأحد أهم أهدافها هو أن نحقق المعرفة والمبادئ التعلم والمفاهيم اللي راح تبقى وياكم لفترة طويلة. The second point is to develop students' clinical reasoning skills, critical thinking, decision making. هذني أنواع من المهارات اللي لازم الطالب يكتسبها أثناء التعلم أو أثناء الدراسة. Clinical reasoning نقصد به أنه أنت تفكر بصورة منطقية وبصورة تحليلية, بحيث يكون عندك منطق بالفكرة مالتك. من مثلا تجي تريد توصل إلى diagnosis معين, لازم يكون هذا بـ reasoning, يعني بـ منطق. مو مثلا الموضوع في يخص او الاعراض اللي يشكي منها المريض هي في اتجاه وانت تروح تدور في اتجاه اخر. هذه منين راح تجي؟ راح تجي من كثرة قراءتك للكيسات ومعرفتك بالبرزنتيشنز اللي ممكن يجي بيها البيشنتس. غير البرزنتيشن مثلا تربط الاوتكمز مالت الديزيز نفسه ايش راح يؤدي الى شنو, او انه انفستيجيشنز اللي راح تسويها لهذا البيشنتس اللي راح تاخذها خلال الكيس. طريقة قراءتك أنت, يعني شنو الأشياء اللي من تقراها راح تكون مفيدة بحياتك بالمستقبل, هذا كله راح القدرة عليها راح تتنمى عندك من خلال PBL. Second part is the critical thinking. Critical نقصد به هنا مو بمعنى حرج, critical ليس حرج, وإنما بمعنى ناقد. شلون يكون تمتلك تفكير ناقد؟ التفكير الناقد هو اللي يقدر يميز بين الأفكار اللي موجودة عنده. يعني تنطرح عليك عدك أشياء أثناء الكيس, شنو من ذني اللي هو يكون مفيد فعلا وشنو يكون غير مفيد. أنت لازم تميز بين ذني الأشياء, هذا يسموه critical thinking. And lastly decision making. Decision making أنت رح تقرر مثلا من خلال كيس أنه أنت شو تسوي investigation مثلا, أو شون تبدأ حوار ويا المريض, تقرر أنت شنو رح تقرأ. حتى الجزء اللي انت راح تقراهم لازم بقرار, لان تعرفون هي المادة الطبية مادة ضخمة, وهذا البرنامج بالبي بي ال راح يعطي حرية للطالب انه يكون student centered, بحيث انه اكو جزء هو الطالب يحدد انه هذا يقراه وهذا ما يقراه. تمام, الهدف يعني ما يكون هنا انه انت تقرا شنو تتوقع يجي بالامتحان قبل شو تهجي تقرا على مود انجح. لا لا, ترى هو النجاح مو النجاح هو انت تصير طبيب. اذا صرت طبيب ناجح هو انت نجحت. النجاح مو تعبر مرحلة وتنجح بامتحان او تاخذ 90 بمادة واحدة, لا صدقني هو مو هالشكل. لما تشوف انت نفسك صرت طبيب متمكن, اكتسبت ذني المهارات كلها بدنا نحكيها هسه, عندك critical thinking, انت decision maker,
تعرف تفرق بين الأمور، ها أنت صرت أنت نجحت خلاص، الدرجة تجي والنجاح يجي وكلكم تتخرجون إن شاء الله، لكن الخسران هو اللي ما اكتسب هاي المعرفة خلال فترة الدراسة، هي هذا، لأن بعد ماكو مجال إنه يكتسبها، خلاص راح يروح هو يمارس مهنته على الوضع اللي هو بيه. اللي ما يطور نفسه خلال فترة الدراسة ما راح يقدر يطور نفسه بعدين. The third objective is to develop student skills and integrating knowledge. Integrating knowledge، شفتوا احنا يعني هسه مثلا بصف اول درستوا عدة اشياء، اخذتوا human biology، اخذتوا chemistry، اخذتوا physics، هذني disciplines مختلفة، بعدين بديتوا بالintegration اللي هي بالسيل simple integration. بالPBL راح اشوف الintegration الحقيقي، شو نقصد بالintegration؟ تكامل المعلومة. انت بالنهاية من راح تشتغل كطبيب قدامك مريض، مريض متكامل بي كارديوفاسكولار وبي ريسبيرتري وبي جي اي تي، المريض ما راح يقول لك انا مشكلتي بفلان سيستم، يجي يقول لك انا عندي هذا البرزنتيشن، عندي تشست بين، من عندي تشست بين انت كنت تفكر هذا البين ريليتد تو كارديوفاسكولار، ريليتد تو ريسبيرتري، لو ريليتد تو ماسكولوسكيليتال سيستم، اي سيستم موجود بالتشست انت لازم تقرر. اذا هاي الاشياء تبدي بالتدريج، ولازم اكو انتجريشن، يعني لازم هنا الفارماكولوجي والباثولوجي والاناتومي كله يجي ببالك حتى انت تقدر تحلل هاي المعلومات. فشوف مثل ما لاحظتوا انتم البي بي ال احسن مكان انه انت تحقق بيه انتجريشن. كلكم اخذتوا كيسات، كلكم شفتوا شلون طريقه الانتجريشن، شلون عندنا احنا حاله مرضيه في سيستم اضطريتوا تقرون اناتومي وهيستولوجي وباثولوجي حتى تقدرون توصلون للكيس وتعرفون التشخيص وتقدرون تعالجون المريض. بينما بالمواضيع اللي هي منفصلة لا، يدرس كل علم الوحدة وما ماكو قدرة. الانتجريشن عود يبدي وياكم بالمرحلة السريرية بالخامس والسادس لما انتم قريب ما تتخرجون، يلا تعال غير تفكيرك هسه فكر بطريقة انتجريتد. بينما انتم هاي نظام دراستكم من اساسياتكم من صف اول انت بديت تفكر او تدرس بطريقة الانتجريشن. اذا انتجريشن ذا نولج اند ديسيبلينز، هذا اهم ادفانتج او واحد من الادفانتج كلش مهمة او الاوبجكتيفز اللي هي احنا نريد نحققها بالبروبلم بيست ليرنينج. اوكي، also it will provide a better understanding of the role of humanistic attitude. شفتوا انتوا القصص يعني معظمها بها فد جانب انساني، بها جانب عاطفي، بها جانب اجتماعي، حتى احنا ننمي هاي الروح عندكم، يعني انت مو بس تنظر للمريض ك سلعه او انه انت يعني تنظر له ك مهنة انه انت تتعامل ويا المريض كبودي، يعني كارديوفاسكولار او ريسبيرتري، او تنظر له كهيد ونيك وارم وتشيست، لا، هذا انسان، والانسان عنده مشاعر وعنده احاسيس وعنده تفكير وعنده اشياء هوايه، هو انسان حالك يعني انت. فاذا هذا الهيومانيستيك ابروتش، هيومانيستيك اتيتيود كلش يتنمى عندك في طريقه البي بي ال، تفكر بمشاكله، تفكر بالمشكله الصحيه شنو تبعاتها، شلون يعني تتاقلم وياها، شلون انت تقدر تكون قريب منه وهكذا. اند توورد بروفيشنال بيرفورمانس، يعني تتصرف بطريقه احترافيه، بروفيشناليزم اللي هي الاحترافيه او المهنيه، انت لازم تكون بروفيشنال كطبيب، شلون لك القدرة على التصرف، على الكلام، على المواجهة، هاي كلها تتنمى عندك في طريقة البي بي ال. The fourth point is to prepare student to pursue lifelong learning. تخليك انت يعني تتعلم انه انت تقرأ لفترة طويلة. تعرفون يعني التعلم والاكتساب المعرفة في الطب ما إلى حدود، وما يتوقف فقط في دراسة الاندر جراجوينت، هاي 6 سنوات اللي راح تدرسوها انتم. الطب متطور ويوميا اكو تغيرات جديدة، لازم الطبيب يتعلم انه هو يكون له القدرة على اكتساب المعرفة خلال طول سنوات حياته، مدام هو يتخرج، مدام هو يمارس مهنته لازم يقرأ ولازم يتعلم. And lastly it will promote small group learning and teamwork, effective teamwork and collaborative learning. مثل ما شفتوا سنتو هواي من المجاميع بصراحة كلش عجبني أدائهم، شلون كانوا فريق متكامل، شلون كان طالب يساعد الآخرين، شلون كان العمل المشترك يبرز ويعني يبين مردودة على المستوى المعرفي وعلى مستوى الاتيتيود والتصرف مالتكم. فالبي بي ال حقيقة راح تنمي هاي الأشياء عندكم، انه شلون تديرون العمل كمجموعة، وشلون يكون اكو تيم ورك بيناتكم، وشون يكون التعاون بيناتكم بين الطلاب وبين الطلاب والأستاذ أيضا.
تمام. إذا هذه كانت هي الميجر educational objectives. الآن راح نتحدث شوية على الادفانتجز. ادفانتجز شنو الفوائد اللي راح يكتسبها الطالب إذا درس بهالطريقة، طريقة ال problem based learning. First of all the relevance. Relevance يعني إحساس بقيمة العمل والشيء اللي أنت قاعد تسويه. مرات طلاب مثلاً أنت يعني تسوي فد عمل معين وأنت ما مقتنع به، يعني ما تحس إنه هذا راح يفيدك في المستقبل ولا له علاقة بشغلك ولا له علاقة بك. يعني مثلاً تدرس هسه في الموضوع في المرحلة الأولى مثلاً، نشوف مثلاً ما بي يعني علاقة مباشرة مع المريض، فأنت تقول أنا ليش دا أدرس هذه وشنو أهميته وش راح يفيدني بالمستقبل. هذا الشيء ما عندنا بالبي بي ال. ليش؟ لأنه أساس الدراسة مالتنا هي على قصة حقيقية لمريض. فإذا أنت أبدا يعني ما راح تقول إنه أنا ليش دا أدرس الأناتومي مالت الكارديوفاسكولار سيستم. عندك مريض عنده مشكلة بالهارت، فإذا أنت ما تعرف الهارت من إيش يتكون شو راح تكمل وياه، شو راح تمارس مهنتك كطبيب وأنت ما تعرف هذا الشيء. فإذا الريليفانس هو يعني إن تحس بقيمة العمل وأهمية العمل بالنسبة إليك، هذا كلش موضح في الـ problem based learning. second identification of core، كمية المعلومات اللي يعني راح تدرسوها أو تكونوا in contact وياها خلال 6 سنوات دراستكم كبيرة جدا وهائلة حقيقة. هذه مو كلها يصير بها retained، يعني مو كلها إنه راح يعني تبقى تحتفظ بها وتحتاجها في عملك. شلون تحدد شنو الأشياء المهمة اللي لازم تبقى عندك هو الـ PBL. فإذا PBL يحدد لك الكور أو الجوهر أو المحتوى المهم اللي يعني لازم يبقى عندك من المعلومات. third generic competencies، مثل ما حكينا بالobjectives اللي إحنا نريدها، إحنا نريد نطور مو بس المعرفة، نريد نطور المهارات ونطور الattitude. أحسن مكان تحصل بهذه competencies يعني صار عندك كفاءة، كفاءات في كفاءات تكون متأصلة بيك، يعني أنت بعد تصير بطبيعتك أنت عندك هاي الكفاءة، مثل communications التعامل ويا الآخرين، تواصل، problem solving شلون تحل مشاكل، team working، transferable skills ذني كلها نسميهن. هذني يعني بأحسن مكان ممكن تحصل به أنت عن طريق الدراسة بهالطريقة. طبعا ذني ال skills are very essential for successful transition from university to workplace. أنت بالنهاية راح تكون في مكان عمل، راح ينتهي بيك المكان في المستشفى، وفي المستشفى انت يعني مو تجي تتعلم بالمستشفى شلون تتواصل ويا المريض، انت لازم خلال سنواتك انت كل هاي الامور دارسها وفاهمها ومستوعبها. الادفانتج الرابع انه البي بي ال از ستودنت سنترد. ستودنت سنترز يشوفون ريسبونسبيلتيز هي اون ذا ستودنتس، مو مثل محاضره انه يجي استاذ ويعطيك اياها وتروح تقراها، ومثل ما يصير في بعض الديسيبلينز. It is not a passive, it is an active process. فرق كبير بين الاكتف بين الباسيف. باسيف انت قاعد يجيك gush of knowledge تعال اقرا هذا كله، بينما اكتف انت تروح تدور وانت تروح تختار، فرق كلش كبير. هذه responsibilities طبعا راح تنمي اشياء كلش هواية عند الطلاب. شلون راح يكون عندكم تعليم مستمر continuous education، شلون راح تكون professional lives عندكم، تعرفون المديسين is developing والانوفيشنز واكتشافات كثيرة صير في عالم الطب. هذا responsibilities والابديت اللي يسووه بالنوليدج كل تمد على student center learning. انت اذا ما كان انت عندك دافع انت تدرس كطالب، ما راح تكون بالبداية صار عندك update of knowledge، يعني انت هم تنتظر يجي واحد يعلمك ورا ما تتخرج، لا. فاذا هذه الاشياء راح تكتسبها في هذه المرحلة من الدراسة وتستمر وياك. The fifth advantage of PBL, it is motivative. Motivation is very important. دائما طالب يحتاج إلى تحفيز في learning، يحتاج تحفيز يعني على مود يتعلم، على مود يتواصل بالمعرفة. وأكثر الطلاب اللي يشاركون بال PBL يشوفوه sociable, enjoyable. Sociable يعني إنه هو بعلاقات اجتماعية، راح تكون ويا زملائك وزميلاتك بالجروب، راح تكون علاقات اجتماعية مع التوتر مع الأستاذ. حتى هاي relationship حقيقة في الشيء يعني يستحق انه تعيشون هاي التجربة. قلت لكم توتر يبقى وياكم سنة كاملة، راح يشوفوه هو يصير مثل الأب لكم، وهو راح يكون يعني مثل المنتر، تتعلمون من عنده أشياء اجتماعية وأشياء أخرى يعني مهنية غير المعرفة اللي راح تكتسبوها. وهو طبعا بالرول اللي شرحناه بالمحاضرات السابقة راح يؤدي دوره بطريقة راح تشوفوها إن شاء الله أنتم بالعوام القادمة بطريقة ممتعة جدا.
There is deep approach to learning, not superficial. طبعا learning عندنا نوعين من عندنا نوع عن التعلم اكو superficial learning اكو deep learning. Superficial learning يعني اعطيكم مثال، انت مثلا قاعد شفت في يوتيوب في فيديو معين بطريقه عمل شيء معين ربطه عنق او في شيء وشفته ورا ساعه تجي ما تتذكر شلون الطريقه، هذا اسمه superficial learning. انت شفته اولا ما كنت مهتم به، ثانيا يعني شفته يمكن على عجاله، ثالثا ما شوفه انه انت تحتاجه. بينما بالبي بي ال راح اشجع الديب ليرنينج. ديب ليرنينج يعني راح انت تدرس بعمق وتفكر وتروح تقرا بشغف حتى تجي تحل مشاكل او تحل اوبجكتيفز، وبالتالي راح يصير عندك تعلم عميق بحيث تبقى عندك الانفورميشن فتره طويله وتتعزز سنه بعد سنه. مثل ما شفتوا انتم في كل كيس احنا نطلع البراير نولج ونحدد الجاب اوف نولج. اذا اكو انت نظام الدراسة بهذه يشجع أنه أنت تتعلم بطريقة عميقة اللي نسميه deep learning. Okay, so during the PBL process, students interact with the learning material more than the conventional approach, حكينا مثل sitting lectures, which provide deeper level of understanding and higher retention rate of information. الادفانتجز الاخر هو utilizing existing knowledge. افرض تحققت هاي النولج والمعرفة وقلنا it is deep learning، شلون ممكن نسوي لها يوتيلايزيشن؟ طبعا بالدراسه العاديه يقول لك انت اقرا 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 بعدين من تروح المستشفى يلا تطبق. بالبي بي ار ما تحتاج هذا الشيء، انت مجرد تاخذ قصه جديده راح تطبق النولج اللي عندك. So while generating learning issues يعني during PBL session 1 student make use of their own knowledge and other group member their existing knowledge to identify what they need to learn. إذن هذا تحديد الجاب اوف نولج هو يعتمد على utilization of knowledge، راح تطلع انت المعلومات اللي عندك حتى تجاوب اوبجيكتيف وتشوف هاي المعلومات كافيه لو مو كافيه بعدين تروح تدور مثل ما حكينا. اوكي، this will reinforce and develop student knowledge. اوكي، فهذا هو utilization of knowledge راح تطبقه انت بطريقه حقيقيه. Lastly the PBL is prototype learning. Prototype نقصد به يعني النموذج او المثال اللي يحتذى به. فهي حقيقة هي الـ PBL is very successful method of learning، ودائما تكون كمثال حقيقة يعني يحبون يتعلمون به حتى اللي هم تجاوزوا مرحلة الـ undergraduate بالـ postgraduate قاموا يطبقون هسه الـ PBL. By using case studies هو هذا الكور، لأنه أنت يعني تستخدم cases حقيقية. It is thought that the PBL captures the most successful elements of adult learning. Adult learning يختلف عن ال pediatric learning. هذا يسموه andragogy، ذاك يسموه pedagogy. بالandragogy إنه التعلم للكبار، يعني حس الطالب بالمسؤولية بالتعلم. ما يجي يعني كأنه مجبور جاي على الدراسة واليوم راح أخذ هاي المحاضرة وتعال اقراها وتعلم. It is not like this. Adult learning إنه أنت تفكر تتعلم حتى تحقق هدف في حياتك. انت جاي هنا بهاي الكلية تريد تصير طبيب، لازم تتعلم شلون تصير طبيب، مو تجي تقرا محاضرة وتفكر تنجح وتعبر هاي الستيجز خلاص صرت طبيب. لا، مو هذا صرت طبيب. تصير طبيب ناجح لما تكون ناجح بالمعرفة اللي اكتسبتها من كليتك، واللي هي في كل شيء، المعرفة العلمية النولج والاتيتيود والبيهيفير والسكيلز والكوميونيكيشنز، هذه كلها لازم تنجمع يلا سوي منك طبيب ناجح، مو بس درجتك بالامتحان اللي اخذتها راح تسوي منك طبيب ناجح. اوكي، ensure that student learn best when they are ready to learn. لازم انت تحس بهذا الدافع. When they are involved in setting goals and in deciding on a content. لما انت تدخل في الأوبجكتيفز، لما أنت تدخل في القرار في التعلم، طبعا هذا هو الأكتيف ليرنينج، فراح يكون عندك ليرنينج راح يكون أكثر وراح يكون أفضل وراح يكون ليرنينج مثالي. زين، تقولون كافي نحكي بالأدفانتج، ما معقول أكو شيء ما بيه ديز أدفانتج؟ لا طبعا، كل طريقة وكل أسلوب وكل شيء جديد بيه أدفانتجز وبيه ديز أدفانتجز، أكو ديز أدفانتجز. وإحنا أيضا راح نناقشها ونشوف شنو الحلول اللي ممكن نسويها حتى نقلل من هذه disadvantages أو the PBL. واحدة من ال important أو great disadvantage it is time consuming. صحيح، هذا الكل يشعر به والكل يعرف إنه هي تحتاج وقت. يعني إحنا ساعتين نقعد بس عم نطلع objective بالكيس، بعدين نقعد ساعتين نناقش هذا الشيء، وخلالها يعني الطالب he should prepare his objectives and have to search and go for resources
وبعدين يجي يلتقي مرة الأخ ويناقش الأوبجكتيفز. هذا طبعا يعني راح تشوفوها هسه شوية بها صعوبة، لكن حقيقة من تطبقوها لا، التايم مانجمنت از فيري امبورتنت هير. وراح تشوفون انه اكو فاكولتي جايدز كان مينيمايز ذا تايم. فاكولتي جايد انه احنا نرتب لك جدول بحيث انت تاخذ الانفورميشنز، تاخذ الريسورسز بطريقه سموث خلال الاسبوع، وانت بالنهايه شوف انك تحقق الاوبجكتيف يعني سموثلي. بس لازم انت طبعا تتعاون تتحرك، لازم ما تفوت شيء. بالبي بي ال ما عندنا شيء يعبر، ما عندنا تترك محاضرات بعدين تقعد تقراهن ابدا، كل اسبوع ينتهي باسبوعه، كل اسبوع عندك ايفالويشن. فإذا أنت ما أديت الأوبجيكتيف مالتك خلال الأسبوع، بعد ما يتعوض الأسبوع الثاني. فأنت بس تمشي ويا الدايناميك مالته راح يكون التايم مانجمنت إز فيري إيزي. السيتنجز كان بي ديفيكالت، مرات يقول واحد أنا شلون أجي وأصير بارت أوف جروب، وشلون أقدر أنا وحدي أطلع أوبجيكتيف، شلون أصير ليدر، شلون أصير سكراب، شلون أصير. هذني كلهن سهلات كلش. لأنه أنت بالبداية أنه عملية التحول من traditional teacher centered learning يعني محاضرة تقليدية إلى problem based learning self directed adult learning يحتاج بالبداية تعود وتحويل. إحنا ليش ندرسكم هسا من صف أول هذا الشيء؟ لنعطيكم examples، طلعناكم كيسات حقيقية حتى تبدي أنت من هسا تهيئ نفسك للمرحلة اللي راح تجي بها إن شاء الله بصف ثاني. هذا عادة يأخذ وقت، وعادة يعني يستغرق أسابيع. يعني معظم الطلبة within 6 weeks يكونون هم أخذوا كل الـ preparations وصاروا ready for establish PBL. هسه راح نشوفها ويا الجروب لما نحكي على الجروب changes والجروب development شلون نقدر نتجاوز هاي الأشياء. The third disadvantage is the uncertainty. Uncertainty يعني الطالب يقول هو هذا الشيء دا أسوي صح؟ هو هذا الشيء دا أسوي حقيقي؟ هو ما متأكد من إنه هذا الشيء يعني هو يكون sufficient. ليش؟ لأنه صارت student centered. وكو اشياء تركت على الطالب، فممكن يقول من يقول انا دا سوى صح؟ دا سوى انا صح؟ انا جبت المحاضر الحقيقية؟ انا رحت المصدر الصحيح؟ هل هذا كان كافي؟ لو بعد احتاج اقرا اكثر؟ هذه الاشياء كلها تساؤلات طبيعية وتساؤلات منطقية، وكل طالب لازم يسألها، وهذا الشيء كلش طبيعي. احنا حتى نوضح هذه النقطة إليه راح نقول له all these worries، كل هذا القلق اللي صار عندك من هذه التساؤلات is normal. Why? Because part of the PBL process is uncertainty. إنه أنت إحنا دندخلك في قصة، القصة بها يعني أشياء كلش متشعبة، لازم أكو أشياء مو واضحة تكون بالنسبة لك. أصلاً الطب كله، الطب كعالم الطب بي uncertainty كلش هواية. ليش uncertainty؟ مثل ما قلت لكم يعني يجي المريض هو ما يوجه الطبيب، الطبيب هو اللي يوجه المريض. المريض يقول له أنا عندي presentation معين. هسا تبدي هنا الدكتور سكالز شون يقدر يعني يسوي judgment، يستفاد من الافيلبل نوليدج، يستفاد من الاكسبيرينس والخبره مالته. هذه كلها تقدر تتغلب على انسرتينيتي. فاذا الطب كله هو عباره عن اتخاذ قرار، وعباره عن كوميونيكيشن، وعباره عن انتجريشن بين المعلومات اللي عنده حتى يوصل الى قرار. فاذا الانسرتينيتي هيز كومينج ان ميديكال فيلدز، وشلون الواحد يتغلب عليها؟ كل ما كان براكتسينج مور كل ما صار يعني تخف عنده الانسرتينيتي. الورك لود اند ذا ويكند بالبي بي ال، واخذتوا محاضرات تي بي ال اعتقد دكتور علي اعطاكم اياها. نشوف انه احنا العمل يبدي يتركز في نهايه الاسبوع، في بدايه الاسبوع نناقش القصه الجديده، بعدين نبدا ندور بالريسورس، نشوف في نهايه الاسبوع لازم احنا محضرين اوبجكتيفز، لازم احنا قارين، لازم تهيئين السيشن 2، ايضا عندنا ايفالويشن، عندنا ايفالويشن باي ذا توتر، عندنا ايفالويشن باي تي بي ال. فممكن يحس الطالب انه في نهاية الاسبوع راح يكون هو بيزي، وراح يكون عليه لود كبير، واحتمال ما يقدر يتحمله. احنا الجواب سيمبلي هو التايم مانجمنت. اذا انت بديت تقرأ من اول يوم اخذت به القصة وبديت تحضر امورك ما عندك اي مشكلة. نظام التي بي ال اللي يسوي كليتنا والريفيو سيشن يسهل هذا الشيء، باعتبار انه انت اصلا عندك يعني ايفالويشن للماتيريالز اللي عندك، فانت تقراها مره واحده، تقراها على مود التي بي ال، وتقراها على مود السيشن 2 اوف بي بي ال، وهذني كلهم تجي بتايمينج يعني ريزونبل. تقدرون تسالون الطلاب اللي سابقيكم مرحله ومرحلتين، راح يقول لكم انه هذا الشيء راح يكون كلش سهل، بس يحتاج تايم مانجمنت من عندكم. اذا هذه كانت حقيقة الادفانتجز اند disadvantages اوف بروبلم بيست ليرنينج. اتمنى تكون واضحة وقدرت اوصل لكم اياها بطريقة بسيطة.
بالمناسبة يمكن يشوفونك بعض المصطلحات شوي غريبة وكلمات، حاول أنا أحكيها بالعربي، أحاول أبسطها، ومختار ترى الأسطر مالتي كلش بعناية، فيعني لا تحسون يصير بيردن عليكم، تحفظ أنت الكلمة الأساسية والشرح مالتي اللي دا أشرحه شلون متعبر عنه تعبر عنه. الموضوع الأخير اللي أريد أحكي بيه إن شاء الله بهاي المحاضرة الأخيرة هو عن الـ PBL Group. إحنا حكينا عن role of tutors وال ليدر والسكرايب والجروب ممبرز، حكيت هواي يعني الجروب ممبرز، بس هنا اريد الخص لكم البروسيس اوف جروب ديفلوبمنت شلون راح تصير. طبعا انتم ان شاء الله بالسنه القادمه راح تتوزعون الى مجاميع صغيره، مو مثل مجاميع العملي. هاي المجاميع الصغيره اللي هي راح ياخذكم توتر ويصير مجموعه البي بي ال. اكيد هاي المجاميع تختلف عن مجاميعكم هسه، ممكن طلاب راح يروحون مجاميع مختلفة، قسم يعني يتصور انه ما راح يتأقلم في هاي المجموعة، قسم يقول انه راح تصير لي مشاكل او غيرها. راح نناقش هسه احنا البروسيس اوف جروب ديفلوبمنت اللي هي تتكون من 4 ستيجز، 4 مراحل او 4 خطوات. كل تشكيل مجموعة راح تمر بهذه الفور ستيجز، وهاي اشياء كلش طبيعية اللي راح تصير. إذن أول شيء راح يجي يقسموكم مو بإرادتكم، أكو سياسة للكلية هي تقسم المجاميع، ممكن نراعي بعض الخصوصية لكن معظمها هي مو بإرادتكم، راح تكون إنه أنت تلقى نفسك في مجموعة، فشلون راح تتكيف في هاي المجموعة وشلون راح تتعايشون. أول خطوة هي الفورمينج، تشكيل المجموعة. تشكيل المجموعة راح يبدي إنه تشكلتوا أنتوا، جيت أنت لقيت نفسك واحد من 15 طالب مثلا في مجموعة أي، أوكي؟ طبعا بالبداية كل الممبرز راح يكونون فريندلي، وكل واحد يظهر الجانب الإيجابي من شخصيته في هذه المجموعة، يكون متعاون ويحاول انه يتجنب اي irritation او اي يعني personal opinions ممكن يأثر على سياق المجموعة. This is great، هذا نسميه forming اللي يصير بأول اسبوع بالتشكيل. وراها راح يصير storming صار عصف. ليش؟ لانه هنا بعد تبدي تظهر مثلا البيرسوناليتي الحقيقية للطالب، يبدي يظهر يعني هو يقول لك انا بعد راح ابقى سنة بهاي المجموعة، يعني لازم اكون ادابتد ولازم اكون مرتاح بها، فاني يعني ارتاح لما اسوي فلان شي فلان شي فلان شي. تبدي النقاشات تظهر، يبدي بعض الطلاب ممكن يصيرون دوميننت، يصيرون بارزين، هم مسيطرين على المجموعة، قسم يحاولون ينسحبون يريد يروح المجموعة اخرى. المهم يعني قسم يبدي يعني يعرض الديسكومفورت مالته، يقول انا ما مرتاح. كل هذا از كومن، وهاي تستغرق حوالي 3 اسابيع اللي نسميه ستورمينج. ما نقول انه احنا بعد انا ما اقدر اتعايش ويا هالمجموعه، لا، انت بس انطي مجال. This is normal. الفريندلي بيهيفير بالفورمينج از نورمال، اند ذا انفريندلي بيهيفير از اولسو نورمال. This is called storming. انت مثلا رحت في مكان جديد، شقه جديده، سكن جديد، بالبداية تحاول، بس راح تمر فترة تضوج بيها، وانت مجرد تصبر نفسك وتستشير اصدقائك وتحكي ويا التوتر راح تعدي هالمرحلة. تقريبا بالاسبوع الرابع والاسبوع الثالث يبدي النورمينج. تبدي هنا بعد يصير عندنا فد نضج، يصير اندرستاندينج، انتربيرسونال ايشوز ويل بي ريزولفد، اكو فد خلاف معين، الدوميننت بيرسون يحس على نفسه، التوتر يوجهه، يبدي خوف، السايلنت اللي ما يحكي يبدي يشجع التوتر ويشجعوا زملائه، يبدي يتحرك. اذا فتبدي النورمينج، ورا ما يصير نورمينج الخطوه الاخيره بيرفورمينج، هنا يكون برودكتيف ورك. احنا ما نتوقع يعني السنه القادمه انه احنا راسا نجي من اول اسبوع كل شيء بيرفكت، احنا دائما نتوقع بالاسبوع الرابع يلا تبدي عندنا، والاسبوع الخامس يبدا عندنا الاكتشوال او بيرفكت ورك. لذلك شوف حتى الاسسمنت مالتكم التوترز ما راح يكون تقييمه لكم من البدايه، راح يعطيكم مجال شويه 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 الى ان تنضج المجموعه وتكون برودكتيف جروب. فهاي الاشياء ان شاء الله راح تمرون بها وتذكروني، وان شاء الله all of you will overcome these things and will be very friend. التجربة اللي عشتوها هسه انتم بالمرحلة الأولى راح كلش تفيدكم وتختصر عليكم من الوقت بالorganization next year ان شاء الله. اوكي، شنو ممكن نسوي حتى يكون الـ PBL group successful؟ شلون ممكن نتجاوز بعض الأشياء والخلافات؟ شلون نخلي هذا الـ performing يصير أسرع؟ شلون ننتقل من ستيب 1 او من ستيج 1 الى ستيج 4 اسرع خلال فتره اقصر؟ ممكن بهذه الطريقه اذا طبقنا ذن النقاط اعتقد راح تكون الفتره كلش قصيره وراح تكون برودكتيف جروب. اول شيء ميك اند كيبينج جراوند رولز، دائما من اكو قوانين والكل يحترمها،
ما راح تصير مشاكل. اذا احنا من البدايه الوضع مخربط وكل ما بكيفه وهيك وهيك راح تستمر المشاكل لفتره طويله. فحاولوا من اول جلسه من اول جروب حطوا جراوند رولز. جراوند رولز تمشون عليها، انه احنا يا بالاوبجكتيفز هالشكل، التوتر وسكرايب هيك، من نحكي نرفع ايدينا وهكذا، هاي الاشياء اللي حكينا عليها. سكند بينج سيلف اوير، تحس بالمسؤوليه، تحس ان انت جروب ممبر، تحس انه انت جزء من هذا الشيء اللي ينبني. اذا فقدوك راح ينهار البناء، فلازم انت تكون واعي ومدرك باهميتك ودورك بالمجموعه. بي ريفلكتيف، تكلم، اعكس هذا الشيء، لا تسكت ضايج وساكت، لا قول انا هذا فيش فلان شيء ضايقني، غير الرولز مالتك. اذا حتى خلال فتره قصيره احنا نكون واصلين الى طريقه عمل ونظام عمل يكون فعال. انشور جروب داين، لا تخلي الجروب توقف ابدا، دائما خليها تمشي، حتى اذا صارت معوقات، حتى اذا صارت مشاكل نحلها بعدين، نحلها بعدين وتعطيها وقتها، بس تخلي المجموعه تمشي. جروب مينتيننس، جروب مينتيننس يحتاج سبورت، يحتاج حتى من يخلص السيشن اكو فد ريليشن شيب بين الطلاب، سوي جروب ثانيه بيناتكم، سوي به انكرجمنت، تشجيع الطالب مثلا ينشر في اول يوم يا ترى فلان اوبجكتيف فلان ريسورس از فيري جود ادزه لهم، راح يحسون انه اكو فد عمل جماعي، اكو تيم ورك، هذا كله يزيد المينتيننس. مينتين جروب لايف سايكل، لا تبقى جامده الجروب، اليوم انا ليدر باكر انت ليدر عقبه زيد وعمر وهكذا، بعدين السكرايب ايضا يتداور، حتى الرولز بالريجليشنز بالاسيستنس هذا كلها لازم على شكل سايكل وتدور على الجميع حتى الكل يشعر بنفس المسؤوليه. واخر شيء، لا تقارن نفسك بمجموعه ثانيه، لا تقارن نفسك بمجموعه، هذا من المشاكل اللي كلش يصير، يجون المجموعه الفلانيه هيك سووا، المجموعه الفلانيه هكذا، ابدا نو تو جروبز ار ذا سيم. اهم شيء اللي راح تكتسبه انت، لا تقارن نفسك في باقي المجاميع. هذه الاشياء اللي هي اساسيه في المينتيننس اوف ذا جروب، ان شاء الله تكونون استفاديتوا والامور واضحه. اشكركم جدا طبعا طلابي، وانا جدا فرحان بكم، وان شاء الله التقي فيكم في السنه القادمه، وتكونوا استفاديتوا من هذه المحاضرات وتطبقون النظام الدراسي في كليتنا باحسن وجه. شكرا جزيلا، مع السلامه.